راديو سوريالي يقدم المسلسل الإذاعي بتوقيت سوريا. ألو ألو سامعيني؟ هذا موبايلي ولا موبايله؟ انقطع الخط يعني؟ طفت الموالدين. لا 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 عم ببعث لك على الواتساب حاكيني على الفايبر. فكرني ما بعرف فوت على ايميلك شوف شو عامل. أنا بيحكي معانا على الساعة 1 بتوقيت سوريا. طيب رح تقله للفايبر. خلص ليك بعثت له على الفيسبوك. ايه ما عم يعني ليه؟ ما عم يعني. هنا سوريا انتم تستمعون الينا بتوقيت سوريا. شو جودات؟ شو مفيقك بآخر هالليل؟ شو صاير معك؟ ظاهر مو أخذ أدويتك؟ لا مو أخذ أدويتي، مالك تقصي إجت الكهرباء الضو فات بنص عيني. ما انتبهت. طيب ليك طفي إذا بدك، بعدين روح شق على البراد والفريزر، بركي إجت قوية بينضربوا. أيوة، وكمان شغل الغسالة وفقو السخان الحمام بطريقك. بس هاد لون ست أم كريم، شو رأيك قوم عمل لك تعزيلة للبيت كمان؟ نامي انتي نامي إذا بدك، ولا تنسى تحط الموبايلات والكمبيوترات على الشحن. ايه وعبي أناني المي إذا جاي الفيجة. قال نامي. ايه منين بده يجيني النوم وأنا مقطوعة عن هالدنيا؟ شو 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 عم تقولي؟ يعني إذا ما بتخلينا نستخدم الإنترنت رح نضطر نستخدمه بالسر. لا لا لا، شو كمان قصدك غير الإنترنت؟ كل شي. مثل شو؟ هلأ روح ساوي اللي قلت لك عليه وحاج تحقق معي. لا ما عم حقق معاكي. لك بس أم كريم، كأنه مغيرين كلكم، كأنه ما عاد في شيء راكب على شيء. هلأ اجى على بالك تفتح نقاش بنصاص الليالي؟ عن شو عم تسألني سيادتك؟ ما عم بفهم شو مغيرين. قصدك إنه نحن مغيرين وإنت لا؟ والله بتعرفي عم بسأل لأني ما بعرف. ولا قلك لك انت ام كريم، مالك حاسه حالك انه صايره غريبه عن حالك؟ لا ماني حاسه، هذا انا، والدليل اني ما بدي اترك البلد وما بدي هاجر. لك بس هاد مو انت ولا كريم، هاد ولا كوثر هي. هلا قولي اذا شوكت ونعمات تغيروا، انا بفهم انه الغربه بتغير كل شيء. لا 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 ابدا ابدا، مو هيك القصه، مو هيك. شلون لك شو هو اللي مو هيك؟ كل شيء تغير، مو هالأيام وبس، من زمان، من قبل 10-20 سنة وأكتر كان كل شي عم يتغير ونحنا مرضيانين طول الوقت، معتبرين حالنا أحسن من هالكون كله. نحنا ما قبلنا نتغير، وليكك شفتنا بس نطق تميم كلمة زواج مدني كلنا جنينا. لك ما قبلنا حتى نسمع شو وجهة نظره. لك أم كريم ما بصير، في أصول، في خصوصيتنا، في هويتنا، شو عم تحكي؟ هلأ هيك انتي؟ موضوع بده كل هالشعارات؟ إيه بده كل هالاستنفار؟ وانتي ما لقيتي غير هالقصة لتحكي فيها؟ كله مربوط ببعضه. المشكلة انه عم تقلي تغيرنا، بس ما انك مسترجي تقول تغيرنا للأحسن ولا للأسوأ. إيه لا لحظة، بدك تسمحي لي فيها هي كمان، يعني التغيير مو دائما بيكون للأحسن أو الأسوأ، أحيانا التغيير بحد ذاته مشكلة. لك المشكلة إنه ما عاد فينا نرجع مثل ما كنا قبل. أنا اللي شايفته إنه ما تغيرنا ولا شيء، هذا نحنا ليكنا على وضعنا. والله العظيم ما عم بفهم عليكي. ما أنك ملاحظ إنه تأخرت كتير لتقلي ما عم بفهم عليكي؟ قلتك على كلين، ما قصدي هيك بالضبط. بتعرفي لك مع كل هالوجع والنكد والقلق والخوف، ما بعرف، يمكن الأحسن ما نحكي. يلا اللي صار صار. حط لنا شي لفيروز نسمعه لبين ما نساوي فنجانين قهوة نشربهم على البلكون، بركي بيطلع علينا صباح حلو. يلا وين قايه؟ قديش الساعة؟ 10. قولي لازم لحق المحامي قبل ما يروح على القصر العدلي. هلأ بلاها قصة لهالمحامي. ساوي لنا قهوة خلينا نشربها على رواق. لا أعرف إنك سامحتيني. لك حاج ولدني، شو سامحتك هي؟ أساسا شو التسامح؟ ما أنت غلطت بحق حالك مو بس معي. أمريك بس فينا نحكي كلمتين قبل ما تشوفي المحامي تبعك. ألو ألو
استاذ غسان، انا كوثر. شو جودات؟ شايفتك سكتت تفرد سكتة كأني ما عدت هون. شبنا جودات؟ لا ما في شي، بس هيك يعني كنت سارع طولي هيك، الهدوء خدرني من زمان. هذا لأنه ما في انترنت لا سكايب ولا واتساب ولا سيدي. حط لك فطور؟ لا ما عبالي. افردها لكان افردها، كبرها بتكبر، زغرها بتصغر. ايه عمرك اسألها، بس اسألها على شو؟ اسألها على أحلامنا. اسأل الله على أحلامنا أم كريم. إيه شبه أحلامنا. لساتها مثل ما هي، لا تغيرت ولا تبدلت، بعده عنا نفس الأمنيات. هذا اللي عم قوله أنا، أنه كنا. لك شو كنا؟ شبنا؟ ليش شو كنا وشو صرنا؟ وشو برأيك رح نصير؟ هاي هي لك جودات. لك لا، بس بهديك الأيام كنا نقول هانت، يعني كيف بدي اقول لك، يعني كنا نقول قرب تحرير فلسطين، قربت الوحده العربيه. ايمك من هالحكي. ليه هيئتك ضجت من دون انترنت، من دون فيس ومن دون سكايب؟ قوم رجع كل شيء لمطرحه، خلينا نعرف نعيش يا رجال. ايه امرك ستي امرك، بس كمان اسأل الله على ايام تليفون السنترال تتذكري. والله دوختني انت وامثالك، انه بدل ما تشكر ربك على نعمه السكايب والفايبر والواتس عم تتشوق لي على تليفون السنترال. ولك دخيلك على هالفرق، يعني شو فرقت بالله؟ انه هلا بس صرنا ندرى ابكر، ليكن اعتقلوا لشوكات وما عرفنا ليش. قال بس شو عرفنا انه اعتقلوا، ونعمات عم تخبرنا انه بدها تتجوز، ما عرفنا كيف وايمتى وليش، بس عرفنا انه بدها تتجوز. يعني شو الفرق دخلي؟ يعني بدل ما كنا نجتمع يوم الجمعة كنا مع بعض، هلأ صرنا شو؟ قال على السكايب. لك ايه والله ضعنا وضيعونا بفرق التوقيت. لك ايه انت ركبك عفريت انه نعتقلوا شوكات، وفوق منا صار بدك تهاجر لعنده. بتعرفي يمكن الفرق انه قبل كنا ندرى متأخرين، فنقول يا ريت ندرينا كنا تصرفنا، بس هلأ عم ندرى ونشوف كل شي بعيوننا وما عم نقدر نعمل شي. بأوقات بقول مو صحيح يلي عم نشوفه، مشان ما نتحمل مسؤولية قدام حالنا. هذا قهر كبير 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 كتير حبيبتي، كبير. لنشوف مين هاي وشو وضعها. كوسر، يا كوسر وينك؟ عم أحكي مع نعمات. ما يخليكي بتليفوناتك، الله يسعدك ويبعدك. تعالي انتي لنشوف. يسلم لي هالصباح، هاي احلى صورة وردة بشوفها. انا متأكد انه بتشبهك. قولي دغري جاوبتني، شو ناطرة عن ندها؟ اكيد اذا بتبعتي صورة اليك بتكوني أحلى من الوردة. ايه كريم بدك شي؟ قولي كبسة بعدين بنحكي، أنا هلأ باجتماع باي. ايه كوسار شو قلتي؟ انت ندهت لي. ولا شي شو بدها نعمات؟ أنا كنت عم بسألك كم شغلة، امتى بتفضالي؟ أنا دايما فاضيلك. منيح، افتح صفحة وورد لشوف. وجب سميها تعديل عقد زواجنا بما تقتضيه التطورات الإنسانية الخاصة بالحقوق والواجبات. بس أنا قايم بواجباتي وعلى أكمل وجه، ما هيك؟ مو هاد القصد، المهم تبقى هالواجبات حصرية وغير قابلة للشراكة. طبعاً أكيد، أنا ما بتبدل ولا بشارك ولا بتنحى. اسجل لقلك، أول بند الحق بالمعرفة. شو؟ حقي إنه عارف بكل شيء. يعني ما اختلفنا، بس في شغلات. أوكي يعني... أوكي أنا معك، في شغلات من حقك تحتفظ فيها لحالك، حددها هلأ شو عليه، كتب شو هي الشغلات يلي معتاز تكون سر وسجلها، بشرط أنك تكون مسؤول عن كل شي بيترتب على هالشي. العامة بعيونك، هدول من دراسة سنتين حقوق ولا المحامي اللي لقمك ياهون؟ لا والله هالحكي كله متجربتي معك. لا هيك يعني، إذا هيك بدينا معناتها رح تكون الشغلة معسرة كتير.
أساسا ما في شيء لازم تعرفيه وما بتعرفيه. عظيم كتير، معناتها ما في شيء تسجله هون. منجي للنقطة الثانية وهي عدم تكييف البنود وفق هواك ومصلحتك. ما عم أفهم. لا عم تفهم وطبشي. معك حق فيها، أنا بفهم، بس شو يلي بيجبرني ما فسر الشروط على كيفي؟ أي والله معك حق بهالسؤال، بالأخير القوة معك بتطبشني إذا بدك، بس العقد بينكتب على نية النجاح. يعني كمان بالأخير في الأخلاق يلي عم تدعي إنه عندك ياها. أصبح لشو العقد إذا كانت أخلاقي هي الضمانة؟ العقد لأنه ما في ملايكة على الأرض، هالدستور بيضبط العلاقة بيناتنا وبيوضح يلي إلك ويلي عليك، والعصمة إذا صارت بإيدي منكون وزعنا القوة بيناتنا. لا ليك يا بنت الحلال، بالمونة هالرقبة إليك، بس بالشروط والإجباري ماني موافق بنوب. شو هاد؟ لا بدي أفهم شو هاد؟ بدك زواج مدني يعني؟ كنتم مع المسلسل الإذاعي بتوقيت سوريا. تأليف نجيب نصير. قام بأداء الأدوار لهذه الحلقة حسب سماع الأصوات سلاف عويشي، محمد آل رشي، لويز عبد الكريم، وجورج دعبون. الهوية الصوتية عبد الكريم الحلبي. معالجة وإخراج درامي بسام داوود. مكساج وإخراج إذاعي ديما البيطار قلعاجي. راديو سوريالي 2015.